الشوكولاتة هي أحد المكونات الرئيسية في الوصفة السرية للسعادة. لا عجب أنها محبوبة الجماهير، ليس فقط الأطفال بل الكبار أيضا. على الرغم من أن يمكن تناول الشوكولاتة كل يوم والاحتفال بيوم للشوكولاتة ويكون خاص بها بهذه النبتة، إلا أن اليوم مختلف، أنه اليوم العالمي للشوكولاتة، يوم غير. أكيد قد لا تعرف أن الشوكولاتة يتم الاحتفال بها عدة مرات على مدار العام. هناك يوم وطني للشوكولاتة في الولايات المتحدة يتم الاحتفال به في 28 من أكتوبر، ويوم الشوكولاتة الداكنة ويوم شوكولاتة الحليب. معلومات مثيرة عن الشوكولاتة نتعرف عليها مع زميل شربل. عرفنا. طيب قبل لا نروح لشربل خلينا نروح للدمام تحديدا، ويعني مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي من الدمام قاعد تحتفل. كليت ولا ما أكلت؟ أكلت ولا ما أكلت؟ أولا بأمانة. يا عادل ومروة صباح الخير. جاوبني. طيب جاوبني أول، خلنا بس أقول لك جاوبني. اللي مسوي دايت يطلع من الاستوديو. اطلع انا. انا نصيحه. لا والله يلا قول. طبعا احنا ترى عاد حليت. انا سكر يا عادل هنا. ايوه عليك السكر عندي هنا انا. مع ان ينصح بالشوكولاته الداكنه يا عبد الرحمن، يقولون ما فيها سكر وايد. والله انواع كثيره ينصحون فيها، وحتى بعض الاطباء قال انه في فوائد صحيه. طيب. بس خلنا ناخذكم جوله في المصنع. ابي الطابعة انا شلون صايره هذه. يعني طيب الحين اوريك اياها. طبعا زي ما انتم شايفين الان هذا هنا يصنعون القوالب للشوكليت. طبعا انا ودي البس مايوه وطب في هال المكان، لكن للاسف ما اقدر. لكن زي ما انتم شايفين يعني انواع كثيره يا عادل، يعني معلومات كثيرة. في إقبال كبير على هالأنواع من الشوكولات في اليوم العالمي، خاصة في السعودية. يعني من ضمن برامج السعودية فيما يتعلق بجودة الحياة هي تفعيل الاحتفالات بالأيام العالمية بشكل عام. فاليوم المفروض أنه المحلات تقدم خصومات خاصة للشوكولات، أيضا تقدم أنواع مختلفة للشوكولات، قوالب مختلفة، أشكال مختلفة. طبعا زي ما أنتم شايفين اليوم في تجهيزات كبيرة في هالمصنع. هذا المصنع له أكثر من فرع في السعودية، مو بس في الدمام، في الرياض أيضا، فيغطي أكثر من مدينة في السعودية. طبعا زي ما تشوفين الآن هذه قوالب قاعدين يجهزونها بالمكسرات وبالفستق وبالجوز وباللوز، وأنا صراحة يعني بأكل بعد شوي، بس معلش يعني بحاول أمسك نفسي يا عادل. طبعا هذا المصنع أيضا فيه ميزة انه برضه مشغل بنات سعوديات، يعني علموهم كيف يصنعون القوالب، علموهم ايضا كيف يقدمون، لانه بس عادل يعني الشوكولات مو بس صباحي، ايضا بالمناسبات، بالزواجات، بالاعياد، يعني في كل مناسبه يجب ان تشاهد الشوكولات. طبعا بالاضافه ايضا الى انه يعني معلومه اكتشفتها اليوم، انه اول مصنع افتتح للشوكولات يا عادل كان قبل 260 سنه في أمريكا. وين 260 سنة؟ بعدها تقريبا من عام 1765 تم افتتاح أول مصنع في العالم. يعني وقتنا خلص عبد الرحمن، بس سريعا في مذاقات. نعم. الهيل والزعفران وهذه النكهات الخليجية الخاصة بالسعودية. طبعا قبل كل شيء وقبل ما نختم يا مروة سريعا، هنا الشباب في المصنع مجهزين لكم كيكة زي ما أنتم شايفين. هذه كيكة خاصة لصباح العربية. طبعا انا حكي لها مش انتم. عليك بالف عافية. ايه يعني خاصة هذه مسويها عناد العادل بس انا. لا ما انا احب الشوكولاتة، ما احب اي انواع ثانية. ايه لا هي جواتها شوكولاتة. ما شفنا شيء. اقطعها واعذبك اكثر. لكن زي ما انتم شايفين الان هذه انواع الشوكولات، العنود قاعدة تجهز الانواع. ردنا على سؤالك يا مروه، في نكهات مختلفه بالرمان، بالفواكه، بالهيل، بالفستق، بالمكسرات، بكل الانواع زي ما انتم شايفين. يعني دائما يحاولون يجددون ويرضون جميع الاذواق فيما يتعلق بانواع الشوكولاته. عليك بالعافيه. تسلم ايدها يعني الفتيات اللي قاعد يكتسب. وايدي انا عادل. انت والله عليك بالعافيه، ما اقدر اقول لك اكثر من شيء، انت بس لك فعل الاكل بس.
يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا جزيلا على هذه الجولة، قواك الله، وإن شاء الله نشوفك بحلقة يعني قادمة. ابتسامتك جميلة محلوة مع الشوكولاتة. والله دائما بيدينا روح حلوة في البلد. ما احنا نعطيه روح حلوة، هو اللي يعطينا، ما مالك شغل. طيب يلا يشربل، ايش عندك؟ سحيتونا الشوكولا. والله رسالة لعابي. قول. هذه معلومات مثيرة عن الشوكولاتة، وبالتحديد عن اقتصاد الشوكولاتة. 70% من الكاكاو في العالم تنتج في غرب أفريقيا. ساحل العاج هي أكبر منتج، وتؤمن 40% من حاجات العالم من الكاكاو لصنع الشوكولاتة. هناك 1.5 مليون مزرعة لأشجار الكاكاو في غرب أفريقيا، والمنتج دقيق وحساس جدا لدرجة أن 30% من المحاصيل تتلف كل سنة. وإذا كانت الغالبية العظمى من الشوكولاتة تنتج في غرب أفريقيا، فإن غالبيتها تستهلك في أمريكا الشمالية. وفي المقابل غالبية القهوة تنتج في أمريكا الجنوبية وتستهلك في أوروبا، وهكذا ترتسم صورة القهوة والشوكولاتة في التقاطع بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو يسرى حداد، متخصصة في عالم الشوكولا. صحة وهنا. مو بس عبد الرحمن، قولي معاك. طيب يسرى صباح الخير، واليوم صباح العالم الشوكولا طبعا هو يومكم النور. فخلينا قبل ما نتكلم عن الحشوات ويعني التفاصيل والنكهات المختلفة والإضافات الجديدة، هي أفهم منك أجود أنواع الشوكولا في العالم ما هي؟ بلجيكي، سويسري؟ هلا اكيد كل الشوكولات طيبين، في ناس بحبوا الشوكولا الفرنسيه السويسريه، بس اجود انواع الشوكولا هي البلجيوم شوكولات. اوكي، بلجيكا. بلجيكا طبعا لانه بتتميز. خلطه تختلف ولا هي الاضافات التي توضع عليها؟ هي المعروف انه فيها نسبه اعلى من الكاكاو، اعلى من الشوكولات الباقيه طبعا، يعني النكهه، السكر يكون فيها معدول، لا كثير ولا كمان كثير قليل. نوع الكاكاو، نوع الكاكاو ايه طبعا نسبه الكاكاو فيها اعلى من الباقي. انا حواسي قاعد تشتغل، فاهم؟ اتركوني، ممكن اجرب شيء ثاني؟ تفضل. شو اجرب يا ام؟ خلينا النهارده هم جيب لنا كذا نوع، شوف اذا بتحب. هلا بالنسبه للانواع، طيب اتسجل. بلاش بنات؟ اي بلاش، خلينا نجرب هذه. طيب تفضل. خليني ايضا بأسألك، اليوم احنا في عالمنا العربي مزاجية الزبون والنكهات ماذا يرغب؟ هلا طبعا اجمالا بالنسبه للنكهات، نحن بنحاول يكون النكهات المعروفه اكثر شيء، مثل المكسرات والبسكويت والتشيز كيك. بس حاليا بالنسبه للذوق العربي في اشياء كثير مطلوبه، مثل هلا جديد حشوه الرهش، الفستق، الكريمات، كريمه الفستق، كريمه البندق. لسه كنت بسال ضفنا من السعوديه عن الهيل والزعفران، الحلاوه الطحينيه. ايوه، والقرفه. والقرفه طبعا. الذوق العربي دائما لازم يكون في تنويع، يعني الستاندرد دائما نحن بنمل من الستاندرد، الكراميل والمكسرات والبسكوت، فدائما في انواع جديده، حشوات جديده تناسب الذوق العربي. طب الداكن عليها طلب؟ اكيد، خصوصا يعني تعون تعون اللي بتحاول انها تاكل صحي. دارك تشوكلت عادة بيكون نحنا البيور دارك تشوكلت، يعني ما بيكون فيه له إضافات كتير، وحوالي تقريبا 90% دارك. يسرى كمتخصصة، إذا أنا طلبت الاستعانة بك وعندي والله رايح لزيارة شخص إذا كان مريض، ماذا أخذ؟ شو اللي اخذ؟ هل اخذ شيء معين ولا انه اي شوكولات منتهى الموضوع؟ لا طبعا، هلا نحن دائما بنركز على الطعم اكيد الطيب، بس الافضل عنا
خصوصي بالكاستومايز شوكليت مثل ما شايفين. طريقه التقديم غير الطعم، طريقه التقديم في مناسبات لازم ناخذ لها اطباق، في مناسبات ناخذ لها الباكجينج علب خاصه، في مناسبات كوربوريت بوكسز للفي اي بي كومبانيز، فحسب المناسبه نحن نختار لك ايه شو كيف بتكون طريقه التقديم. طيب يعطيك الف عافيه، كانت معنا يسرى حداد متخصصه في عالم الشوكولا. شكرا يسرى. يوم الشوكولا.